مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء. أكدت مديرة العمليات بالبنك العالمي سوكينا كان وقوف البنك مع تشاد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع بينها ورئيس الوزراء بايمين باراكي ألبير اليوم بمكتبه. اللقاء كان بحضور معاون رئيس الوزراء حسن درويش. هذه تعتبر أول زيارة للسيدة سوكينا كان بعد استلامها رسميا مهامها كمديرة العمليات للبنك العالمي في تشاد. السيدة سوكينا كان وصلت إلى البلاد بعد استلام عملها في الأول من مايو 2017، حيث قامت بزيارة ودية استقبلها رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير. وكان في هذه المقابلة المديرة قدمت نفسها لرئيس الوزراء باعتبارها المسؤولة عن البنك العالمي في تشاد. وفي هذه المقابلة ناقشت مع رئيس الوزراء سبل توطيد العلاقات المتميزة والقوية والتعاون المشترك بين البنك وتشاد في مختلف المجالات التنموية، وبالأخص في الوقت الحالي لخروج تشاد من الأزمة. مديرة العمليات بالبنك العالمي السيدة سوكينا كان أدلت بقولها أن البنك العالمي أكد وقوفه لمساندة تشاد ماليا ودعم البرنامج الوطني للتنمية في تشاد، كما أشارت أنه سيعقد مؤتمر في فرنسا يتعلق بمشاركة شركاء تشاد في التنمية لدفع عجلة التنمية. وأكد رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير أن تشاد أبوابها مفتوحة دائما أمام الشركاء من أجل المصلحة المشتركة. وفي نفس الوقت طلب رئيس الوزراء المساعدة المالية والفنية من البنك العالمي لتشاد.